الفائز الحقيقي في الحياة ماشي الأكثر سرعة في القيادة ولكن الأكثر حذر. في البرنامج فيديليتي باي أكسا غادي تستافدوا من رصيد ولاء اللي كيتزاد عام بعد عام وكيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم يمكن لكم تستعملوه في حالات عديدة. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. بعد نجاح مغري للدورة الأولى من القمة الرقمية موروكو ديجيتال ساميت، أطلقت مجموعة المعلنين بالمغرب صباح اليوم بالدار البيضاء أشغال الدورة الثانية من القمة الرقمية التي غدت قارية بعد نجاحها الوطني أفريكان ديجيتال ساميت، واستقطبت خبراء ومختصين من كل أقطاب العالم لتتقاسم خبراتهم في هذا المنتدى الرقمي العالمي. فخور اليوم بافتتاح الدورة الثانية للقمة الإفريقية الرقمية أفريكان ديجيتال ساميت، هاد الدورة اللي كتنعقد بعد النجاح اللي حققناه السنة الماضية الحمد لله في الدورة الأولى اللي كانت موروكان ديجيتال ساميت قمة رقمية مغربية. هاد النجاح ديال السنة الماضية اللي تمثل في عدد المشاركين اللي فيها 500 مشارك من 3 أو 4 دول، تمثل في المستوى ديال النقاش اللي عرفته هاد الدورة الأولى، تمثل كذلك في الاهتمام اللي كان مفاجئ بالنسبة لنا كمنظمين بالنسبة للدورة الأولى من طرف جميع الدورة الأولى من طرف جميع الفاعلين. بعد هاد النجاح قررنا أننا نأخذ واحد رهان جديد، هو أنه بالنسبة للدورة الثانية نمر واحد المستوى أكبر بالنسبة للتغطية ديال الحدث ديالنا اللي هو مستوى إفريقي، وهذا هو الامتداد الطبيعي بطبيعة الحال ديال المملكة المغربية لفهم أكثر على متطلبات الزبون وكذلك لمتطلبات السوق الحالية. وبما أن المنافسة تكون أكثر حدة في السنة المقبلة، نتوقع بأن 2016 إن شاء الله الشركات المغربية ستقوم ليس فقط تقنية ولكن كذلك بالابتكار في التقنية ديال الرقمية وستحتل الصدارة في دول أفريقيا إن شاء الله. اليوم الأول من القمة عرف عدة لقاءات ومداخلات في العديد من العناوين التي يتعطش إليها عشاق التكنولوجيا الرقمية، فيما لا زال يخبئ اليوم الثاني والأخير في المنتدى العديد من المفاجآت أبطالها خبراء ومتخصصون عالميون في المجال الرقمي. أفريكان ديجيتال ساميت هي قمة إفريقية بامتياز ولكن عالمية كذلك. إفريقية من عدد الحضور ديال الدول الإفريقية تقريبا 87 دول، عالمية من الحضور ديال 8 أو 7 دول أخرى من القارة الأمريكية من القارة الأوروبية من القارة الأسيوية. هي قمة دولية من خلال العدد ديال المتدخلين اللي فاق 30 من مستوى عالي في ميدان التواصل الرقمي والتسويق الرقمي أو المجال الرقمي بصفة عامة، واللي جاوا باش يتقاسموا مع المشاركين مغاربة كانوا أو أفارقة أو أجانب آخر مستجدات القطاع، آخر التطورات، أحسن الطرق والوسائل والسبل التي يشتغل بها في دول أخرى. We have been talking about why we should invest in digital, but now in change, no one is asking about why. The question is how we should invest into digital. So it's very valuable to have events like this, gathering together, you know, all the people from the sector, companies, agencies, sharing the know-how, sharing the information, sharing the needs. It really helps for the, you know, the digital world to grow. And in my keynote in the event, I focused on measuring success in digital, which is a key thing in terms of investing into digital, like how much do we spend, where do we spend, and what do we get out of it, was the topic that I talked about. احنا هنا في كازابلانكا لنقاش في هذه الافريكان ديجيتال ساميت، سبل التعاون مع المختصين والناس من خبرات مختلفة ومن مناطق مختلفة من أفريقيا، وسعيدين بالوجود هنا والتواجد هنا معاكم عشان نحقق أهداف العالم الرقمي مع بعض. لا يستطيع أن ينكر أحد أن المجال الرقمي بالمغرب في طور النمو، لكن سرعة العالم وثورته الرقمية لن تواكبها المملكة إلا بتكثيف مثل مبادرة أفريكان ديجيتال ساميت وكذا الملتقيات والمنتديات التي تدعم تطور الزحف الرقمي.